يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي على حبيبك خير الخلق نبينا الأمير الناهي فلا لا منه ولا نعم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي على حبيبك خير الخلق كلهم اشفع لنا يا حبيبي يوم الجزاء أنت شافعنا سلام عليك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من الأهوال مقتهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأمام مولاي صلي وسلم دائما ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي ذوي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمرتضى بلغ مقاصدنا يا ربي بالفاطمة بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئا